يوما بعد يوم يحتدم الصراع على الانتخابات المبكرة والمقرر إجراؤها في تشرين الأول من هذا العام بين الكتل السياسية الداعية للانتخابات بتحالفاتها الجديدة وبين مطالب شعبية رافضة للمشاركة في انتخابات توصف بغير النزيهة وفقا لهم. فمع عودة الاغتيالات المنظمة لناشطي تشرين والتي كان آخرها اغتيال الناشط الكربلائي إيهاب الوزني واستهداف الصحفي أحمد حسن في الديوانية، ارتفعت الدعوات لمقاطعة الانتخابات لعدم توفر الظروف الأمنية المناسبة. إلى جانب المقاطعة ترتفع أصوات حزبية هنا وهناك للمطالبة بضرورة توفر شروط النزاهة والحيادية في الانتخابات وعدم السماح للمال السياسي والسلاح المنفلت بالسيطرة على مخرجاتها البرلمانية. في تلك الأثناء قدم مستشار رئيس الحكومة لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي 4 عوامل يجب توفرها لضمان نزاهة الانتخابات. في غضون ذلك ارتفعت الأصوات الرسمية العراقية والأممية الداعية لتوفير الظروف والمقومات الفاعلة لإنجاح الانتخابات المبكرة. فالرئيس العراقي والأمين العام للأمم المتحدة أكد مرارا وتكرارا على ذلك. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من جهته أكد مؤخرا على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في موعدها المقرر، مشيرا أنه لم يكن ينوي الترشح للانتخابات وإنه لن يترشح لها. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدورها تؤكد أنها تبذل كل السبل لضمان نزاهة الانتخابات وعدم التلاعب بالبطاقات الانتخابية، وأنها تجري فحوصات وعمليات صيانة لأجهزة العد والفرز. عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات قدم 4 مقومات من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات وعدم تزويرها: التقنيات الحديثة للتسجيل البيومتري أو التصويت البيومتري ستساهم كثيرا في الحد من التلاعب بأصوات الناخبين، فضلا عن وجود الشركات الفاحصة للبطاقات الانتخابية وأيضا النقل البيومتري للنتائج وتسريعها، أي الحد من التلاعب بالانتخابات الذي أشار له البعض بتأخر فرز عدد من الصناديق الانتخابية في الانتخابات السابقة. كما أكد الهنداوي على أن طبيعة قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه البرلمان لن يسمح بتزوير الانتخابات. وأضاف الهنداوي أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعد ضمانة لعدم تزويرها وأنها عامل مهم لتحجيم الأخطاء السابقة. الهنداوي أكد أيضا على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقوم بإجراءات دقيقة وحسب الجداول الزمنية الموضوعة. تنضم إلينا مباشرة من بغداد السيدة جمان الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. جمانة مساك الله بالخير وشكرا على وجود حضرتك ويانا اليوم. كيف هي استعدادات المفوضية للانتخابات؟ نعم، السلام عليكم وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير. أهلا بكم أيضا. طبعا مفوضية الانتخابات منذ انطلاقها في أولى مراحل العملية الانتخابية انتهت مرحلة تحديث سجل الناخبين في 15/4، انطلقت في 2/1، انتهت في 15/4 فضلا عن تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين، انطلقت منذ 9/1 وانتهت في 1/5. الآن المفوضية تقوم بتدقيق بيانات وأوليات المرشحين وأيضا الداعمين لهم، كون كل مرشح مستقل يجب أن يكون لديه 500 داعم للترشيح. مفوضية الانتخابات شعبة شؤون المرشحين حاليا تقوم بتدقيق بيانات المرشحين فضلا عن تدقيق أوليات أيضا وبيانات الداعمين لهم. إذن العمل جاري في مفوضية الانتخابات لحد الآن، وسيتم إكمالها وترسل إلى جهات التحقق لغرض التحقق من أهلية المرشح، كون يعني سوف تذهب هذه إلى الأدلة الجنائية، إلى المساءلة والعدالة، إلى هيئة النزاهة، إلى وزارة التربية، إلى وزارة التعليم العالي للتحقق من أهلية المرشح. تطرح الأسماء وتطرح التحالفات وتطرح الأعداد وكلها لا تعد صحيحة إلا بعد ورود الإجابة من جهات التحقق ومصادقة مجلس المفوضين على الأسماء وعلى أعدادهم. سجوانة أستأذنك، أريد في الموقع الإلكتروني. نعم.
أستاذ نعم. نش أريد بس يعني تخلينا وتخلين المشاهدين أيضا بالصورة، شنو هي الأرقام؟ هل عندكم أرقام ناس رفضتوا ترشحهم؟ أكو ناس عددهم مش قيد؟ وأيضا شنو هي بالضبط؟ قلتي أنه 500 شخص أيضا، 500 شخص 500 داعم نعم، تحكينا على هذه النقطة أيضا، بس قل لنا ايش قد عندنا اليوم ناس رفضوا؟ لا هو احنا بعدنا ما رفض اصلا، ما دزيناها حتى يرفضوهم، يعني بعد العمل جاري عندنا، احنا نتحقق من اولياتهم، مستمسكاتهم كامله، اولياتهم كامله، استماراتهم كامله، الداعمين لهم، قد اكون اني داعمه لسين، واني نفسي داعمه لصاد، واني نفسي داعمه لعين، واني نفسي داعمه، فيجب ان يكون لا يكون تكرار الداعمين. هذه كلها الاوليات يجب ان التحقق منها ومطابقتها والتحقق من اولياتهم ومستمسكاتهم. هذا العمل كله جاري الان في المفوضيه، لم يتم رفض لانها لحد الان لم ترسل الى جهات اللي هي يعني ذات العلاقه بالتحقق من اهليه المرشح، يعني العمل بعد جاري بالمفوضيه للتدقيق لحد الان. هو انا سؤالي بالتدقيق، بالتدقيق هم لقيتوا هذه الناس اللي مصوته او عفوا اللي تدعم شخص وشخصين وثلاثه، هل طلعت عندكم هذه الاشياء ولا الامور ماشيه تمام؟ لا لحد الان، لا لحد الان العمل جيد، هذا انا العمل قصدي. جاري يعني ناس جيده، لا لم يحدث لحد الان. المرشحين الذين قدموا هم 3523، وهذا الرقم أنا تحدثت عنه، إنه هذا الرقم هو ليس أخير ونهائي، كان لم يذهب إلى التحقق، ولم ترد الإجابة من هذه الجهات ذات العلاقة بالتحقق، ولم يصادق مجلس المفوضين عليهم. عندما يصادق مجلس المفوضين على أسماء المرشحين وتنشر في الصحف وتنشر في الموقع الإلكتروني، عند ذلك تعد هذه الأسماء الحقيقية والصحيحة المشاركة في الانتخابات. زين. فضلا عن ذلك المفوضين. موضوع نعم. العفو المقاطعة، أريد أسأل أيضا عن موضوع اختبار وصيانة الأجهزة، أجهزة العدوى الفرز الإلكتروني وين نعم. وصلت؟ نعم، لدينا أجهزة تسريع النتائج، قامت شركة ميرو الكورية بتأهيل إعادة وتأهيل وصيانة أجهزة تسريع النتائج، وأيضا جهات أجهزة الإرسال، طبعا بوجود الموظفين الفنيين المختصين وتدريبهم على آلية هذه التأهيل. استكملت تأهيل وصيانة هذه الأجهزة 63,000 جهاز، تم تدريب الموظفين الفنيين المختصين، والتدريب بدأ بشكل هرمي، وبالفعل بدأ العمل حول آلية صيانة وتأهيل هذه الأجهزة. طيب، هناك موضوع يعني طلع حديث وأنباء عن موضوع فقدان المفوضية 5 ملايين بطاقة انتخابية، ممكن توضحين لنا؟ استاذنا العزيز، طبعا ثاني هذه ما اشعر نفسي انا اليوم في مزايده الصراحه، لانه الموضوع بدا من 500,000، لان انا اليوم الصبح يتصلون بي الاعلام. سجمانه احنا اليوم وياك، احنا اليوم وياك، احنا تعلوله اليوم نهايه اليوم، وتقول لنا وسائل الاعلام اذا غيرت احنا يعني بدنا نسال حضرتك وتقول لنا الرقم الصحيح. اي هو انا اصلا ما عندي رقم صحيح، بس حقول لك اشرح لك الموضوع بالتفصيل. بس اسمح لي، اليوم بدينا ب 500,000، انا النهار بديت ب 500,000، اتصل شخص اخر قال لي 6 مليونين، صارت مناقصه، اتصلوا قالوا مليون، ردوا اتصلوا بي قالوا 6.3 ملايين، واخرها كانت الان في شبكه الاعلام العراقي في قناه العراقيه وتحدثوا انه 4 ملايين. خلي اوضح لك صوره موضوع البطاقات التي هي قصيره الامد. موضوع البطاقات قصيره الامد تم العمل بها في 2013، استخدمناها في انتخابات 2014، وتم الاستمرار في استخدامها في 2018. تقريبا الناخبين الذين لديهم بطاقات قصيرة الأمد هم 4,900,000، خلينا نقول 5 ملايين. بقية البطاقات الموجودة في مراكز التسجيل هذه لم يراجع أصحابها عليها، يعني لم يراجع أصحابها، قد يكون يعني في حالة يعني مثلا لا سمح الله حالة وفاة، أو بسبب الهجرة التي حدثت، يعني هاجرت الكثير من العوائل والكثير من الشباب. مجلس المفوضين الجديد عندما استلم مهامه سحب هذه البطاقات، وطبعا اعلنا عنها وتحدثنا عنها بالكلمه الاسبوعيه وتم نشرها في الموقع الالكتروني. تم سحب هذه البطاقات من مراكز التسجيل المتبقيه التي لم يراجع اصحابها عليها منذ 2015 يمكن هي تقريبا، لم يراجع اصحابها عليها. قامت مفوضيه الانتخابات بسحب هذه البطاقات من مراكز التسجيل وحجب بيانات الناخبين، وتم فتح مرحله تحديث سجل الناخبين ودعوة الناخبين للذين لديهم بطاقة قصيرة الأمد ويحب يغير هالبطاقة البايومترية لكونها الاثنين يعنى بالانتخابات بحسب القانون. اللي يريد يغير بطاقته من قصيرة أمد إلى بطاقة بايومترية طويلة أمد، بحيث إنه الحكومة عندتها مستمسك رسمي البطاقة البايومترية، وحتى إذا أنت كنت في طريق مثل ما تطلع إجازة السوق ممكن تطلع البطاقة البايومترية كونها تحمل بياناتك النصية والحيوية وصورة الوجه، فعدتها الحكومة إنه مستمسك رسمي. فدعوناهم إنه إذا تحبون تغيرون بطاقاتكم قصيرة الأمد
مرحلة التحديث مفتوحة من 2/1 واستمرت أكثر من 100 يوم، وهي لأول مرة في سجل المفوضية كله تحدث أنه تستمر فترة تحديث سجل الناخبين 3 شهور. كل العمليات السابقة كانت شهر، وإذا مددت المفوضية تمدد 10 أيام، لكن هذه المفوضية ارتأت أنه تفسح مجال أكثر وأوسع للناخبين للمشاركة ودعوتهم. فراجع بعض منهم طبعا بالفعل، راجع من يحب يغير بطاقاته، وغيرهم الذين راجعوا لتسجيل بياناتهم. احنا هذه هي مبدأ هسه أنا استأذن الجماعة، احنا أولا الحرة ما تتبنى الرقم، نتبنى لا 5 ملايين ولا 3 ملايين، احنا نسمع من حضرتك ونقول وعد سجمان الخبر اليقين مثل ما يقولون، احنا نسمع من حضرتك هذا هو تمام. تمام خلينا زين اسال ايضا على موضوع فتح درجات وظيفيه او فتح مراقبين الانتخابات التقديم على الوظيفه. هسه حتى انا بعدني ما سال السؤال واكو مشكله يمكن. تفضل يا حضرتك قول لي ان اكو وظائف مفتوحه، شلون تعينون ناس، ايضا كم عددهم؟ لا سيد، احنا استعداداتنا لعمليه الاقتراع لمرحله الاقتراع، يعني انتهت مرحله التحديث وانتهت تسجيل قوائم المرشحين واستقبال قوائم المرشحين وانتهى هذا العمل، احنا الان نستعد لمرحله الاقتراع. مفوضيه الانتخابات اليوم اعلنت عن اعلان هذا، سيستمر الاعلان لمده اسبوع لغايه 23 يوم 24 راح ينزل رابط التقديم كموظفين اقتراع الذي هو لليوم الواحد. مفوضية الانتخابات شكلت لجنة برئاسة أحد أعضاء مجلس المفوضين لوضع آلية لاختيار موظفي الاقتراع اللي هم اليوم الواحد. إما الآلية الأولى هو موظفي الدولة، ونحن نفضل أن يكونون موظفي الدولة ولو الكل إن شاء الله خير وسلام الكل يجمعنا يوم الاقتراع. فإحنا وضعنا آلية لموظفي الدولة أنه يكون يعني حاصل على شهادة الإعدادية فما فوق، أنه يكون من ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الانتخابي، أنه يكون من ضمن المحافظة، من ضمن الدائرة الانتخابية، أنه ما يكون مشمول بالمساءلة والعدالة، أنه ما يكون عليه عقوبات في انتخابات سابقة. هذه الأوليات. إذن الموضوع أنه يعني موظفين اقتراع ليوم واحد، الإعلان بدأ اليوم ينتهي ب 23 ويوم 24 راح ينزل الرابط للتقديم كموظفي اقتراع سواء من موظفي الدولة أو من طلبة الكليات والمعاهد ويعني الإعدادية فما فوق. هذا الإعلان سوف يستمر من يوم 24 لغاية 1/8 لاستقبال هذه الطلبات. سوف تكون هناك استمارة، يمدون هذه الاستمارة ويراجعون أقرب مركز تسجيل لتسجيل بياناتهم عند مركز التسجيل بورقة الإقرار. استمارة تروح إلكترونية وتأخذها ورقية أيضا. شكرا لحضرتك سجمان الغلال المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شكرا على هذه المشاركة. بعد الفاصل نرحب معكم مشاهدينا بضيوفنا الكرام والحديث عن الانتخابات المبكرة وإجراءات المفوضية العليا للحد من التزوير وضمان النزاهة، خليكم ويانا. تسعى بعض الكتل السياسية إلى الإبقاء على بطاقة الانتخاب القديمة أو العمياء كما يطلق عليها مختصون، والتي يمكن استخدامها دون حضور صاحب البطاقة، وهو ما يعتبره البعض بابا من أبواب التزوير المحتمل لنتائج الانتخابات المقبلة. مع بدء العد التنازلي للانتخابات العراقية المبكرة تسود الشارع تحذيرات من سعي بعض الجهات السياسية للسيطرة على نتائج الانتخابات من خلال عمليات التزوير والتلاعب في إرادة الناخب سواء بالقوة أو من خلال الاستحواذ على البطاقات الإلكترونية التي يصفها سياسيون بأنها أحد أبواب التزوير في الانتخابات المقبلة. البطاقة الاعتيادية ممكن استخدامها 50 مرة لأنه ما بها أي بيانات للناخب، فلذلك تستخدم أكثر من مرة إلى 50 مرة تستخدم، فهذا الأمر خطر جدا. أما بالنسبة لإعادة العد والفرز اليدوي هذا أيضا خطر جدا، لأنه الأجهزة اللي أخذناها واشتريناها من أجل الفرز والعد الإلكتروني، هذه الأجهزة هي ضمانة أن توصل النتائج إلى بغداد من المحافظات ومن المراكز الانتخابية.
بينما يؤكد مراقبون للشأن العراقي أن الانتخابات لو أجريت في موعدها المقرر فإنها لن تكون بمعزل عن تأثير سطوة المال السياسي والسلاح المنفلت. لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان نزاهة الانتخابات في ظل وجود مال سياسي داخلي وخارجي، تدخل سياسي داخلي وخارجي، سلاح منفلت، هيمنة كاملة على المشهد السياسي وعدم تكافؤ الفرص. اليوم كيف يستطيع مرشح مستقل أن ينافس مرشح سياسي يسخر كل إمكانيات الدولة من أجل الفوز بالانتخابات؟ وتشير آخر إحصائية لوزارة التخطيط أن عدد سكان العراق تجاوز 40 مليون نسمة، وأن ما يزيد عن 25 مليون منهم سيكون لهم الحق في التصويت في الانتخابات المقبلة. وتؤكد مفوضية الانتخابات أنها بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لمنع التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية، معتمدة في ذلك على قرابة 80,000 جهاز فحص لأوراق الاقتراع وأكثر من 60,000 جهاز لفرز الأصوات. ضياء محمد، الحرة، محافظة الأنبار. وينضم إلينا من بغداد السيد صفاء الموسوي عضو مفوضية الانتخابات السابق، والسيد حامد المطلق رئيس حزب الحوار والتغيير، ومن المفترض أيضا أن ينضم لنا بعد قليل من أربيل السيد هوشيار مالو رئيس مؤسسة كردستان لمراقبة حقوق الإنسان. ضيوفي الكرام مساكم الله بالخير وشكرا لقبولكم الدعوة. أبدأ معك سيد حامد المطلق، اليوم أكو تشكيك في موضوع الانتخابات، شلون يعني شلون تشوفوها؟ شلون تشوفون الاستعدادات وشلون تشوفون هذا التشكيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي الكريم ولضيفك الكريم والأخوة المشاهدين. هل تسمعني؟ طبعا هل تسمعني؟ أسمعك تفضل. هل تسمعني أخي الكريم؟ هل تسمعني؟ أسمعك، أكو بس تأخير بالصوت، ظاهر أكو مشكلة عندنا بالصوت، الشباب يحاولون يحلوها. سيد صفاء الموسوي تسمعني إن شاء الله، وأسأل نفس السؤال يمكن بس بطريقة مختلفة. اليوم عندنا انتخابات وكو تشكيك من الشارع بهاي الانتخابات، شنو وجهة نظركم وشلون ممكن نحل هذا الموضوع، موضوع التشكيك؟ نعم، بداية شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وأحيي جميع المشاهدين. يعني بالتأكيد أخي الكريم، إحنا كمراقبين للشأن الانتخابي من ناحية تشريع القوانين الانتخابية، إضافة إلى الإجراءات المعمول بها، إضافة إلى يعني طبيعة البيئة الحالية، البيئة الانتخابية الحالية، فقد شخصنا الكثير من الملابسات والكثير من الإشكالات التي طبعا تؤثر بالنتيجة على العملية الانتخابية من كافة جوانبها. أنا حقيقة لا أريد أن أستغرق في قضية القانون الانتخابي وبعض الثغرات الموجودة فيه والذي ربما سيشكل عبئا على المفوضية، ولكن أنطلق من سؤالك حول قضية التشكيك في العملية الانتخابية. أنا أعتقد أن بعض الإثارات حول يعني العملية الانتخابية مثل قضية البطاقات اللي عرضتوها قبل قليل ربما يعني سببت جزء من الفوضى في المعلومات، والتي حقيقة أدعو المفوضية ومن أعلى المستويات الآن أن تطلع يعني تخرج إلى الشارع وتنفي مثل هذه المعلومات، خصوصا ما يتعلق بالبطاقة. سيد الكريم، البطاقة القديمة التي تكون بدون صورة والبطاقة البايومترية، كلا البطاقتين هما بطاقتان بايومتريتان، واستخدام البطاقة القديمة عدة مرات هذا الكلام غير صحيح. البطاقة القديمة والبطاقة الجديدة كلاهما يعملان وفق نفس المبدأ. نعم، على المفوضية على الأقل أن تتأكد تفحص البطاقات القديمة، وبالنسبة للبطاقات البايومترية أنا أعتقد أن العدد الذي وصل الآن سجلته المفوضية هو عدد يعني لا بأس به، قرابة 15 مليون ناخب عراقي. وبالتالي إحنا حتى نذهب إلى انتخابات
أنا أعتقد أن الأهم ليس اليوم هو ما يتعلق بإجراءات المفوضية، الأهم منه هو ما يتعلق بالبيئة الانتخابية، هي التطمينات، ما هو هذا اللي دلحكي به سيد صفاء. موضوع بالضبط هذه جايك عليها، موضوع المال السياسي وموضوع السلاح المنفلت، هو موضوع التطمينات. ولذلك يمكن نرجع السيد حامد المطلق أيضا نسمع وجهة النظر، إن شاء الله يكون يسمعني. موضوعة التشكيك اليوم، شلون تدعون الناس أو شلون تحاولون تخلون الناس تنزل وتصوت مع كل هذا التشكيك الموجود بالانتخابات؟ يعني أخي الكريم، تحياتي لك ولضيفك الكريم والأخوة المشاهدين. هذا التشكيك حقيقة كوية وتألم منه العراقيين كثيرا، وأنا أعتقد أن هذا التشكيك لا يمكن إزالته إلا بتطمين الشارع العراقي وتطمين المواطن العراقي بأن أسباب وجود هذا التشكيك أزيلت بالكامل. نحن سمعنا الكثير في انتخابات 2018 من استخدام البطاقات الإلكترونية من قبل كثير من الفاسدين والكثير من يعني المرشحين، وهناك بطاقة، أنا يعني لا نستطيع أن ننكر ذلك على الإطلاق، هناك وجدت بطاقات إلكترونية لأشخاص ميتين وأشخاص فارقوا الحياة من زمن طويل ومن سنين طويلة. هذا يعطينا صورة، يعني هذا جزء، يعني شيء من كل من شيء أكبر. يعني لا نستطيع ان ننكر ان التزوير هذا شو وقت سيد حامد عندكم وثائق، يعني هناك بطاقات وقت تقولون به هذا الكلام صار، هذا يعني شو وقت صار الكلام؟ هذا صار في انتخابات 2018 وهذا ثبت تثبيت واضح وعرض على شاشات التلفاز في كثير من المواقع، وتناولته الكثير من الصحف، وتناولته ايضا شبكات التواصل الاجتماعي. هذا الموضوع لا يمكن نكرانه على الإطلاق، وأنا شاهد، أنا شخصيا شاهد وشفت بأم عيني أن هناك بطاقات إلكترونية لأشخاص متوفين، وجاءت إلى صناديق الاقتراع في أماكن معينة وتكلمنا عنها كثيرا، وتكلم أيضا عن ذلك حتى أشخاص في مفوضية الانتخابات نفسهم. أخي الكريم، هذه الشكوك لا يمكن إزالتها ولا يمكن تطمين الشارع العراقي إلا باعتماد البطاقة البيومترية فقط، لأن البطاقة البيومترية فقط الاطمئنان فيها أكثر من غيرها. يعني معظم العراقيين شاهدوا بأم عينهم التزوير الذي حصل، وشاهدوا أيضا أن هناك صناديق اقتراع في منطقة الرصافة أحرقت بالكامل. هذا يدل دلالة هو واضحة. ما أدري سيد حامد، يمكن ما سمعت يمكن سيد صفاء، سيد صفاء قال يجب إنه اللي بال 2018 واللي هسه هم الاثنين بايومتري. لا، العفو أخي الكريم، والدلالة على ذلك أنه البايومترية أكملت بالفترة الأخيرة، بالأشهر الأخيرة أو بالأحرى بالأسابيع الماضية أكملت، ووصل العدد إلى 15 أو 16 أو 17 مليون ناخب. لم تكن البطاقة البيومترية سابقا موجودة، وأنا حقيقة سمعت الكثير يعني من الأشخاص أن البطاقات البيومترية يعني تخصهم لم تذهب إلى صناديق الاقتراع، واعتمدوا البطاقات الإلكترونية السابقة اعتماد واضح. أخي الكريم، مع احترامي وتقديري للأخ صفاء، لا يمكن لنا أن ننكر يعني التزوير الفظيع الذي حصل في 2018، وهذا موضوع شكوك للمواطن العراقي وللناخب العراقي والمرشح العراقي. طيب، والذي يهتم بأن تكون انتخابات خلينا نسمع وجهة نظر سيد صفاء، وانتخابات عادلة وتعبر عن رغبة المواطن وثقته في هذه الانتخابات. سيد صفاء تفضل. نعم، يعني إذا كان الحديث عن يعني المسائل الإجرائية وعن انتخابات 2018، فأنا حقيقة الموضوع أعتقد هو أصبح معروفا، خصوصا أنه في انتخابات 2018 تم ولمرتين وجود قضاة، حيث استبعد مجلس المفوضين السابق، وأيضا أجري الفرز والعد اليدوي وكانت النتائج مطابقة. أعتقد أن المشكلة الأساسية في انتخابات 2018 وليس في البطاقات وليس في الأجهزة، كانت المشكلة في إجراء تصويتات أخرى إحنا كنا قد حذرنا منها، اللي هي تصويت المهجرين اللي يجري طبعا وفق سجل يدوي وفي مناطق نائية في بعض محافظات الأنبار وربما في الموصل ومحافظات أخرى. هنا كانت المشكلة الكبيرة. هذا ما يتعلق بانتخابات 2018.
بالنسبة أنا أعتقد يعني التركيز فقط على البطاقات يعني كخبرة في المفوضية أعتقد أنها هي ربما تجانب الصواب كثيرا. التركيز ربما يكون الأكبر على موظف الاقتراع. موظف الاقتراع إذا كان لم أو شريحة موظفي الاقتراع إذا لم يتم انتقائهم بمهنية عالية ويخضعون للمراقبة في يوم الاقتراع من قبل المراقبين المحليين والمراقبين الدوليين، أعتقد أنه موظف الاقتراع ربما سيكون خطأه كبيرا في يوم الاقتراع إذا لم يتم اتباع الإجراءات اللي تحددها المفوضية، وبالتالي يمكن له أن يغض الطرف عن بعض الإشكالات التي تحدث في بعض المراكز، خصوصا إذا علمنا أن لدينا أكثر من 10,000 مركز اقتراع في عموم العراق. هذه المسألة طيب. أنا أعتقد يجب هي التي أن تولى أهمية كبيرة، وبالتالي فلإزالة الشك ولإزالة الريب من قضية الانتخابات يجب أن تكون هناك جميع إجراءات المفوضية. هسه المهجرين موجودين بعدهم يعني للأسف الواحد يقولها أنه المهجرين ما زالوا موجودين في بعض المناطق. نعم وهذا نعم. المشكلة معناها هل تتوقع أن تكون موجودة سيد صفاء حتى أروح للسيد حامد؟ صحيح احنا الان سيدي الكريم في اجواء الان المفوضيه اعلنت عن حاجتها الى موظفي اقتراع، هؤلاء الموظفون يتم التعاقد معهم لمده شهر ويجري تدريبهم، ولكنهم حقيقه يعملون في يوم الاقتراع يعني يوم واحد سواء فقط. كان التصويت الخاص او التصويت العام. بالتالي انا اعتقد ان عمليه فلتره وعمليه اختيار دقيق لهؤلاء الموظفين واخضاعهم لتدوين قواعد السلوك وكونهم من الموظفين الذين موجودين في الدوله، وايضا في يوم الاقتراع تكون هناك رقابه شديده من قبل المراقبين المحليين والمراقبين الدوليين، ربما طبعا بالاضافه الى وجود الاجراءات الاخرى مثل البطاقه البايومتريه والاجهزه، ربما سيكون مطمئنا اكثر الى العمليه الانتخابيه القادمه. سيد حامد سيد صفاء يقول هالمره بلكي تكون احسن، اكو تطمينات، 2018 كانت غير قضيه، واليوم اكو تطمينات حتى من المفوضيه، ما ادري حضرتك استمعت للفقره الاولى لولا. زين شلون ممكن تتزور الانتخابات؟ هذا سؤال نقول لك سؤال قانوني، هذا سؤال مو قانوني، غير قانوني، شلون تتوقعون ممكن تتزور الانتخابات؟ شوف اخي الكريم، انا مع احترامي وتقديري للاخ صفاء، هو ليس يعني موضوع التشبث في الراي، انا اقول شيء والاخ صفاء يقول شيء، وانما موضوع الانتخابات وتزويرها في العراق في انتخابات 2018 تكلم عنه حتى أعضاء المفوضية أنفسهم، والدلالات على أن وجود هناك خلل وتزوير كبير يعني ما يعني يعني يعطينا صورة واضحة أن كل يعني الكثير تكلموا عنها، وحتى الحريق الذي يثبت ذلك في منطقة الرصافة. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك أخي الكريم الكثير أيضا من اللجان التي شكلت في زمن السيد العبادي وأعطت صورة واضحة، حتى في رئاسة الوزراء أعطت صورة واضحة أن الانتخابات فيها خلل كبير. أنا عندما أتكلم ذلك ليس القضاء يعني الغرض هو التنكيل بجهة معينة أو الإضعاف من قدرتهم يعني وطنيتهم. زين سيد حامد استاذنك، ممكن هسه احنا نتفق، وانما نحن نتفق على الاختلاف، لكن خلينا نقول 2020 21 هسه شنو التخوف اللي عندكم من هاي الانتخابات الجايه؟ التخوف ان يستمر ايضا التصرف بالبطاقة الإلكترونية كما تصرفوا سابقا بها، ونسمع الكثير يقول بأن الكثير أيضا من هذه البطاقات الإلكترونية اشتريت من قبل ناس معينين أو يحتفظ بها أشخاص معينين، هذا نسمع في كثير من شبكات التواصل، ونسمع من الكثير من المواطنين ومن الكثير أيضا من المرشحين. يعني حتى لو كان 90% من هذا الكلام غير صحيح، إذا علينا أن نتخوف من 10% من الكلام قد يكون صحيح. أخي الكريم، نحن عانينا ما عانينا من الانتخابات الماضية، وللأسف أصبحنا موضع تندر حتى بالنسبة للدول المحيطة بنا ودول العالم. نحن كل ما نتمنى أن تكون انتخابات تعبر عن رغبة المواطن الحقيقية، والمواطن العراقي عانى ما عانى من الانتخابات الماضية،
وخرج منتفضا وأعطى دماء كثيرة وتحمل ما تحمل، ونحن تواقون أن تصح العملية السياسية بالكامل وأن نبني بلدنا على أسس صحيحة وعلى أسس علمية وسليمة وقانونية. لذلك نتمنى أن تكون الانتخابات القادمة انتخابات نزيهة وعادلة، طيب. لا يشوبها شيء من الفساد المالي أو من تأثير السلطة أو من عملية تزوير أو غير ذلك. كنا نتمنى هذه الأمنية سيد حامد. أريد أروح أيضا السيد صفاء. سيد صفاء الموسوي، موضوع الحديث عن المال السياسي وحضرتك ذكرته، إلى أي مدى تتخوفون نحكي بهاي الانتخابات من أن يكون هناك تأثير كبير للمال السياسي في الانتخابات المبكرة؟ نعم، يعني فقط لأبين لأستاذ حامد أقول له أنا متفق معك على حصول الخروقات، ولكني فصلت بال يعني بالدقة أنه موطن الخلل اللي كان موجود بال 2018 هو ما كان راجع تحديدا للبطاقات والأجهزة، وإنما كان راجع إلى إجراءات أخرى استحدثتها المفوضية آنذاك وأنا بينتها. لذلك أنا أتفق أنه كان هناك خلل، وبالمناسبة هذا الخلل لم يتم تداركه ولم يتم معالجته. هذا الموضوع نحن كمراقبين الآن نتحدث عنه ونشخصه، ولكن عند حديثنا عن الأجهزة والبطاقات حبيت أن أبين هذه التفاصيل. ما يتعلق سيدي الكريم بالمال السياسي وما يتعلق بمسألتين السلاح، وأنا ذكرت بداية اللقاء بأنه الأجواء المتعلقة بالانتخابات أي البيئة القادمة هي بيئة ربما تنذر بالتخوف في عملية إجراء انتخابات في ظل وسط انتشار السلاح بمختلف أنواع. طبعا أنا لا أخص مسألة معينة، وتلاحظون يلاحظ الجميع الأحداث الأمنية الأخيرة التي تحصل في عدد من المحافظات، فضلا عن حتى الإقليم الذي كان يعد منطقة آمنة، قضية الصواريخ اللي كانت على المطار وغيرها. هذه كلها حقيقة يعني ترسل رسائل تحذير من أنه يجب السيطرة، وأنه يجب لجم هذا الموضوع من أجل أن نمضي بانتخابات يستطيع فيها الناخب أن يعبر عن رأيه الحقيقي. المال السياسي أيضا هو من المواضيع الخطرة والمهمة، وأنا أتفق أنه موضوع السيطرة على كلا الأمرين سواء كان المال السياسي والسلاح يعتبر من المواضيع المعقدة وله امتدادات خارجية، وبالتالي يجب أن تبذل هنا الحكومة أقصى الطاقات وأقصى القدرة من أجل أن تحاول على الأقل التقليل إلى أقصى حد ممكن من هذه الخروقات الحاصلة، من أجل أن تعطي رسائل إيجابية للناخب في المضي بالانتخابات والتصويت فيها. سيد حامد، موضوع المال السياسي، بجد تتخوفون بأنه يكون هناك تأثير للمال السياسي؟ لأن أنا سيد صفاء حكى على موضوع السلاح المنفلت، وأنا أردت أخلي السلاح المنفلت وراء الفاصل، فإذا تريد تقول لي هسه على موضوع بس التأثير المال السياسي. يعني أخي الكريم، تأثير المال السياسي تأثير واضح كل جدا. يعني عندما يعني يكون الإشراف والمراقبة ليس بالمستوى المطلوب، أي عندما تكون سلطة القانون وسلطة هيبة الدولة يعني والمراقبة بشكل صحيح وجيد، يكون هناك مجال لاستخدام المال السياسي. ومن يريد أن يستخدم المال السياسي هم كثر، يعني أي من يريد أن تكون عملية تزوير عملية موجودة ويستفاد من عملية التزوير ويستطيع أن يستخدم المال السياسي، والمال السياسي موجود لدى الكثير من الأحزاب ولدى الكثير من المرشحين ولدى الكثير من الفاسدين. لذلك هم يعني لا يصعب عليهم أي شيء في استخدام هذا المال للوصول إلى مبتقاهم إذا لم يكن هناك إشراف ومراقبة سليمة وصحيحة. وأنا أتمنى أن يكون إشراف ومراقبة دولية، أتمنى أن تكون الانتخابات القادمة انتخابات سليمة وصحيحة تخرجنا مما كنا نعاني منه طيلة السنوات الماضية. سيد حامد وسيد صفاء، استأذنكم طبعا بس أريد أروح فاصل، بس أريد أقول شغلة. يعني هاي المشاكل اللي نحكي بها بالعراق حتى لا نحس نفسنا إحنا من دون العالم مختلفين، هاي المشاكل موجودة بكل مكان بالعالم، بس المشكلة شو وقت تتلافاها وشو وقت تحددها وشو وقت تتعامل وياها. فخلوني أستأذنكم ضيوفي الكرام، عندنا فاصل، بعد الفاصل الحديث مستمر عن المقومات الأساسية لمنع تزوير الانتخابات البرلمانية القادمة وأبعادها عن المال السياسي والسلاح المنفلت. خليكم ويانا.
أهلا بكم مجددا، وحلقة اليوم من برنامج بالعراقي. أعاود الترحيب بضيوفي من بغداد، السيد صفاء الموسوي عضو مفوضية الانتخابات سابق، والسيد حامد المطلق رئيس حزب الحوار والتغيير. قبل ما يعني نواصل الحديث، خليني أستأذن الضيوف وأيضا أنتم سادة المشاهدين، نريد نشوف استطلاع رأي، استطلاع من الشارع العراقي حول الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، إذ أبدى عدد من المواطنين عدم التفاؤل حيال قدرة الانتخابات البرلمانية على إحداث تغيير كبير في المشهد السياسي. خلينا نشوف. وجود عملية انتخابية نزيهة 100% ما أعتقد أن تكون راح تكون في العراق. تعرفون السلاح منفلت، هناك ضغوطات دولية إقليمية على بعض المحاور في العراق. بصراحة كشعب عراقي يعني يأس تام إنه ما اليوم أكو تغيير وأكو تغيير وجوه. لا، أنا متأكد وأنا أجزم إنه راح نفس الوجوه اللي نتمناه واللي نرجوه، إنه تكون هذه الانتخابات المقبلة انتخابات تحت رقابة دولية حتى ما تضيع أصواتنا يعني هباء منثورة. كضمان حقيقي للانتخابات إنه تكون انتخابات نزيهة وعادلة، ما أعتقد راح يكون هذا الشيء. أقترح بأن تكون هناك لجان أممية تشرف على الانتخابات العراقية من أجل ضمان نزاهتها. ماكو أي ضمانات الانتخابات، لأن هناك قرار جديد، هاي البطاقة اللي ما تفعلت راح ينتخبون بها. يتم تعيين بعض الولائين للأحزاب في المفوضية، هذا عمل طبعا اكبر جريمه يعتبر. طيب انت شلون راح تكون عندك انتخابات نزيهه وانت جايب موظف تابع لك تابع الحزب معين؟ الضمان الحقيقي هو المشاركه الفعليه وعدم استخدام السلاح والمال السياسي في الانتخابات المقبله. نحتاج ايضا الرقابه من القوات الامنيه على وجود الاشخاص اللي يحاولون يثقفون في الايام الانتخابيه ويحاولون يستغلون الناس. مراقبه من قبل يعني لجان عليا، لجان دولية، من قبل لجان أمريكية في سبيل نحمي هذه الانتخابات. طيب نرجع لضيوف الكرام، وأرجع يمكن سيد صفاء. سيد صفاء الموسوي، استمعت المواطنين بالشارع، ماكو ضمان، أكو يأس. هسا احنا ما نريد نقول كل الناس هيك حتى لا يقولون نعمم، بس هذه عينة موجودة بالشارع وبدنا نحكي بيها يعني. زين، اليوم النشطاء والمتظاهرين والناس اللي تطلع بالشوارع أيضا عندهم جمهور وهم تحركوا وهم اليوم يقولون المقاطعة. الحل؟ نعم، يعني أنا خليني أنطلق في إجابتك من ما انتهينا إلى قبل الفاصل، حيث ذكرت حضرتك بأن هذه المشاكل لا تحدث فقط في العراق وإنما في كثير. هسه اكو خصوصيه العالم. بالعراق انا ما اريد اقول بكل مكان بالعالم موجوده سلاح منفلت، بس انا بدي احكي انه كنا نحكي على تحديدا لا موضوع لا المال صح السياسي صح موجود صح. بس خليني اوصل الفكره اللي اريد اوصلها. يعني كمثال يعني اصبح معروف لدى الجميع انه الرئيس الامريكي السابق ترامب عندما خسر بالانتخابات وفاز بايدن، نوعا ما تحدث للمره الاولى بالولايات المتحده انه قضيه يعني تسليم السلطه لم يكن كما كان في الرؤساء السابقين. لكن تلاحظ ان المؤسسات بالولايات المتحده منعت حتى تصرف الرئيس، حتى الملفت للنظر ان نائبه بنس عند ذلك الوقت ايضا لم يقبل على تصرفات الرئيس. وهذا طبعا قاد بعض المفكرين الامريكان يؤلفون كتاب، انا حقيقه دا اقرا هذه الايام، يقول يعني عنوان الكتاب هو واي ديموكراسيز داي، لماذا تموت الديمقراطيات. يقول يعني احنا بالولايات المتحده لما نريد يعني ننشر افكار الديمقراطيه بالعالم التفتنا الى بيتنا الداخلي الى الولايات، وجدنا ان هناك تراجع. اللي اريد اقوله مضمون هذا الكتاب الموجود به، يقول السلطويون او الاحزاب في السلطه عندما تريد ان تستمر في حياتها داخل الدوله تقوم لان بتغيير القوانين وتقوم بتغيير يعني المؤسسات من اجل ان تضمن بقائها بالسلطه. هذا حقيقه احنا اللي ناكد عليه بانه التعديلات على القوانين الانتخابيه، التعديلات على سائر القوانين الاخرى، الاجراءات اليوم اللي تحصل ربما تمهد لبقاء الاحزاب القديمه في السلطه وربما تقلل من فرصة صعود دماء جديدة. أقول هذه المسألة نعم ممكن أن تكون موجودة، خصوصا العراق اليوم ديعاني من كثير من الثغرات،
ولكن قضية المشاركة اليوم لدينا مرشحين كثر حقيقة تقدموا، على الرغم من أنه بصيص الأمل هذا الموجود، ومع وجود المشاركة الواعية للناخبين، ومع وجود الرقابة التي تفرض بقوة، ووجود الناس الذين يطالبون بحقوقهم، أقول ربما تقلل كثيرا من هذه الثغرات الموجودة، وربما تحسن فرصة صعود دماء جديدة. هذا الموضوع، لذلك لا مجال لليأس، يجب على الكل اليوم أن يتنادى ويتعاون من أجل أيضا أن يشارك بقوة، ومن أجل أيضا أن يمنع عودة المسار القديم لتحقيق نتائج ربما يعني تبقي الحال على ما هو عليه. هو طبعا يعني بما أنه ذكرت أمريكا وحكيت على نقطة الكتاب، واحدة من مقولات ريغن رئيس أمريكي الأسبق أنه الديمقراطية سريعة الكسر، يعني إذا واحد شوية ما يحافظ على الديمقراطية، الديمقراطية صحيح. تنكسر بسهولة. طيب سيد حامد المطلق، خليني أبقى بهذا الملف وبعدين حتى أنتقل لملف آخر، موضوع الانتهاكات ضد النشطاء اليوم هواي منهم الناس يطالبون بمقاطعة الانتخابات، شلون ممكن يأثر هذا على نتائج الانتخابات اللي حضرتك تتخوف من التزوير، بس يجوز إذا ما صارت المشاركة الكافية من الشارع راح يكون مو تزوير، راح تكون النتائج أصلا ما تعكس الشارع مو؟ نعم يعني كلنا نعرف بأن يعني النشطاء اللي خرجوا بالشارع العراقي وأعطوا ما أعطوا، يعني هم ينادون بالدرجة الأولى بأن تكون هناك انتخابات حرة وعادلة، وأعطوا الكثير من الجرحى والكثير من الشهداء أيضا، وعانوا ما عانوا ولا يزالون يعانوا لحد هذا اليوم، والشعب العراقي كله حقيقة تواق بأنه يغير الواقع المؤلم الذي نحن فيه، سواء الواقع الاقتصادي أو الأمني أو موضوع الخدمات أو موضوع التوظيف أو يعني في كل جوانب الحياة. لذلك هذا التغيير لا يمكن أن نصل إليه على الإطلاق بأي طريقة كانت عدا أن نذهب إلى انتخابات عادلة ونزيهة تكون عند مستوى رغبة المواطن العراقي وآماله، سواء كان ناشط أو غير ناشط. هنا هذا الموضوع، هل نستطيع الشعب العراقي أن يكسب الثقة وأن يكون على ثقة حقيقية بأن الانتخابات تكون عادلة ونزيهة لكي يخرج إلى الشارع ويمنع التزوير؟ هذا ما نتمناه، لكن هذا أنا في قناعتي أمر لا يزال صعب، هناك الكثير من الإجراءات نتمنى أن تكون، وأول هذه الإجراءات هو الاعتماد على البطاقة البيومترية فقط، وأن يكون هناك إشراف دولي ورقابة دولية أيضا، وأن تكون هناك أيضا يكون هناك دور أيضا للقضاء، وأن يكون هناك وعي لدى القوى السياسية والمواطن العراقي بأن يتعاونون لأن تكون انتخابات التي يحتاج الشعب العراقي عادلة وتعبر عن رغبته الحقيقية. سيد حامد، الديمقراطية ما تجي بليلة ويوم، يعني التجربة الديمقراطية إذا واحد يصوت مرة وما تعجبه ومرتين وما تعجبه وخمسة وما تعجبه، يعني مو معناها أنه يبطل ويقعد وما ينتخب، لأنه عدم الانتخاب هو هاي أهم مشكلة كبيرة. أرد سيد صفاء الموسوي، إعلان سيد رئيس الوزراء سيد الكاظم يعلن أنه ما راح ينزل ما يشارك بالانتخابات، أول رئيس وزراء هو أول رئيس وزراء عراقي ما يترشح للانتخابات، هذا الموضوع شلون تشوفه بالانتخابات المبكرة؟ شو راح يأثر؟ يعني هو اصلا يعني اعتقد يتذكر الجميع بانه عندما تم يعني اختيار السيد الكاظمي في هذه الحكومه، هي الحكومه ايضا يعني كانت محدده باجراء بعض يعني الخطوات المهمه، واللي اولها طبعا هو بالبرنامج الحكومي كان اجراء الانتخابات المبكره، فحقيقه يعني ربما سيساهم، يعني هاي الخطوه ربما ستساهم بشكل كبير في أن تبقى يعني عدم ترشح السيد رئيس الوزراء كمرشح ضمن حزب يعني ينزل للانتخابات، بالتأكيد سيكون هو يعني هنا حكما بين أو على الأقل رئيس حكومة، الحكومة تحرص على إجراء انتخابات تكون فيها حكما بين المتنافسين السياسيين، بالتأكيد هذا الأمر هو إيجابي، وربما يكون من الأمور التي تصب في تحسين الفرص اللي موجودة، ولكن كما ذكرت أنه الحكومة يتوجب عليها بموجب مسؤولياتها بالنسبة للمواضيع اللي تحدثنا بها أن تكون فعلا يعني قادرة على يعني تحديد
السلاح وكذلك الرقابة على المال السياسي، لأن هذه مسألة جدا مهمة. والمفوضية أيضا مدعوة. اليوم احنا نشوف بمجرد إعلان أسماء المرشحين هناك الكثير من المناسبات التي تجرى، هناك كثير من يعني المرشحين يحاولون يقيمون ولائم، هذه طبعا هي كلها خروقات تعتبر انتخابية، يجب أن ترصد ويجب أن يحاسب من يقوم بها. هذه مسألة جدا مهمة حتى بالتالي تكون هناك فرص متساوية أمام الجميع. وحنا ذكرنا هذه أيضا واحدة من الملاحظات، أنه قضية حل البرلمان هي كانت قبل 3 أيام من إجراء الانتخابات، وذكرنا بأن هذا المسألة أيضا هي تعتبر تفاوت بالفرص، لذلك هذا الموضوع هو أيضا يعطي هنا تفاوت بأن يكون النائب المرشح هو يتمتع بفرص أكثر من النائب غير أو من المرشح الذي هو ليس نائبا أو ليس مسؤولا في الدولة. لذلك هذه المسألة بحاجة إلى معالجات حقيقية. هنا المفوضية أيضا يجب أن تنهض بدورها من أجل أن تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق ببعض الخروقات التي قد تحصل الآن أو تحصل خلال فترة الدعاية الانتخابية. سيد حامد، أيضا موضوع عدم ترشح السيد الكاظمي والانتخابات هذه انتخابات جديدة من نوعها، خلينا نقول أن هي أول مرة انتخابات مبكرة، شلون تشوفوه؟ حقيقة أتفق مع الأخ صفاء في تشخيص بموضوع عدم ترشيح سيد رئيس مجلس الوزراء، إن هذا يعطي يعني دور أكبر يعني للرقابة، ويعطي أيضا للمواطن ثقة أكبر بأن هناك سلطة وهناك حكومة وهناك إدارة تريد أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وأن لا يكون فيها تدخل. هذا شيء إيجابي من وجهة نظري، لكن أيضا هذا لا يكفي، نحتاج أن تكون المفوضية جادة في عملها، نحتاج أن يكون القضاء أيضا يراقب هذه الأمور، نحتاج أيضا من القوى السياسية أن تستفاد من أخطاء الماضي وتراقب فعلا من يخترق حدود عمله وحدود المسموح به، مثل أن يكون هناك استخدام المال السياسي، من لديهم مال كثير، أن الولائم والمناسبات مثلا قبل أن تعطى يعني تعطى حقية العمل في هذه. سيد حامد، أرد أسألك سؤال، أريدك تجاوبني بصراحة. وقت معين. لا يجوز خرق هذا. نعم. هل تحس إنه طبعًا. اليوم السياسيين الموجودين طبعًا. بالعراق عندهم هذا النفس، عندهم هذا نفس التغيير، عندهم هذا النفس إنه يشتغلون بطريقة مختلفة من اللي تعرفهم؟ يعني أخي الكريم، أنت سألتني سؤال، لابد أنا من طبيعتي أن أتكلم بصراحة وأجاوبك أيضا بصراحة. معظم السياسيين، وأنا قد أكون أحد هؤلاء السياسيين، الشارع هو الذي يحكم، حقيقة لم يؤدوا واجباتهم بالشكل الصحيح وبالشكل السليم، ولم يعني يكسبوا ثقة المواطن العراقي بتصرفاتهم. لذلك عندما نقول أن الكثير من بعضهم أو الكثر من عندهم ضد الخروقات، أنا أقول لا، الكثير منهم يعني ساعدوا وساهموا في عملية التزوير السابقة، والكثير منهم أيضا يعني شجع يعني كثير من الخروقات في موضوع المال الفاسد أو السلاح المنفلت أو أي تأثيرات أخرى. لذلك ما نتمنى أن يستفاد هؤلاء من أخطاء الماضي وأن يسلكوا السلوك الذي يتفق مع برامجهم. عندما تدعو كل برامجهم إلى العمل الوطني وإلى النزاهة وإلى الاستقامة وإلى خدمة البلد والاحترام آراء الناس، يجب أن تطبق هذه لكي يكون موضع ثقة عند المواطن العراقي، ويقول أنه فعلا هؤلاء يمثلون الشعب العراقي، وهؤلاء فعلا عند ادعاهم بأنهم وطنيين وبأنهم حريصين على تطبيق برامجهم وكسب ثقة ناخبيهم، وهم مخلصون فعلا لتغيير واقع هذا البلد. زين سيد صفاء، القانون الجديد، قانون الانتخابات، شلون ممكن يحمي الناخبين؟ طبعا قانون الانتخابات الجديد هو حقيقة كان يعني من المؤمل أن يعني يساهم بشكل جدي في إتاحة فرص، على الرغم أنه حتى القانون القديم ربما هو لم يكن بذلك السوء اللي ربما يبين البعض، ولكن أعتقد أن القانون الانتخابي هو من الناحية الفنية بحاجة إلى بعض التعديلات المهمة اللي يشكل عبء على المفوضية، وواحدة من هذه الأمور هي كانت قضية عدم إعلان المفوضية عدم قدرتها على إجراء انتخابات الخارج.
لأنه القانون كان يلزم المفوضية بأن تمنح البطاقة البايومترية إلى ناخبي الخارج، وإحنا ذكرنا من البداية هذا الموضوع هو من المتعذر تحقيقه في ظل الأجواء الحالية. هناك مواد أخرى من الناحية الفنية، أنا أعتقد يعني كمختص في الشأن الانتخابي أعتقد من المهم تعديلها، خصوصا ما يتعلق بالمادة 38 التي تلزم المفوضية بإجراء العد اليدوي. شكرا سيد صفاء، اعذرني على ضيق الوقت. ضيوفي الكرام سيد صفاء الموسوي، اعذرني على ضيق الوقت والمقاطعة، عضو مفوضية انتخابات سابق، وأيضا سيد حامد المطلق رئيس حزب الحوار والتغيير، شكرا جزيلا لكم. شكر موصول لكم سادتي المشاهدين على حسن المتابعة. نلتقيكم يوم غد وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي، لا تنسوا متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. في أمان الله وحفظه.